معكم مستمعينا الأفاضل في الفقرة الطبية صحتي رأسمالي مع الدكتور رشيد بن عمي أخصائي في الطب العام بمدينة سلا. وهذا الأسبوع مخصصينو لكيفاش نتعاملو مع أمراض الصدر والحساسية في البرد. علاش كتزيد أمراض الصدر والحساسية في فصل الخريف أو الشتاء؟ وأسئلة كثيرة غادي يجاوبنا عليها الدكتور رشيد بن عمي بالتدقيق كيف ما عودنا. دكتور صباح الخير. صباح الخير بارك الله. أش أخبارك دكتور رشيد؟ لاباس عليك؟ الحمد لله شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور على وفائك الدائم المستمع الإذاعة الوطنية. مشكور على تواصلك معنا رغم عارفين عندك انشغالات كثيرة ودائما معنا في الوقت. بارك الله فيك دكتور. يبارك فيك شكرا. عرفنا كذلك أنك مشغول بالقوافل الطبية دكتور رشيد. نعم عندنا قافلة طبية كنقلوا بها في مختلف مناطق في المغرب. نعم. سميتها قافلة طبية صداقة بلا حدود. نعم. وفيها بزاف ديال الفروع. كاين فيها صداقة بلا حدود للختان. وكاين كذلك صداقة بلا حدود للمجتمع المدني يعني جميع الأعمال الاجتماعية. وكذلك صداقة بلا حدود مختصة في الصحة وتشخيص الأمراض المبكر للمزمنة. وكذلك للتوعية الصحية والتوعية ومحاربة الأمية. كل هذه الأمراض كنقوموا بها إن شاء الله. وإذا كان شي طارئ في البلاد ولا شي حاجة كنندوا بجميع القوافل اللي عندنا بجميع يعني العناصر ديال القافله الطبيه اللي هي قافله طبيه صداقه بلا حدود تجمع بزاف القوافل وكتمشي المنطقه بكل يعني شفافيه وكل حب وكل شغف باش تقوم بهذا العمل الاجتماعي والعمل الانساني. نعم اذا كتكون هاد القوافل طيله السنه دكتور. طيله السنه خاصه عمليه الختان اللي ما كنحبسوش منها طيله السنه سواء في البرد او في الصيف او في الخريف او كذا. يعني بطلب من الجمعيات المجتمع المدني المختلف في المناطق كطلب منا باش نجيو نخدمو ديال الاطفال كنمشيو نخدمو ديال الاطفال في كل مناطق. وقد وصلنا الحمد لله هاد السنه هذه وصلنا ما يقرب عن 90,000 طفل تبارك الله منذ 2003 حتى الان. لان كنت كنشتغل من قبل الجمعيه اللي كنا اللي كنت انا الرئيس المؤسس ديالها هي جمعيه الفقر الرعايه والتضامن. وكنا خدمنا فيها ما يقرب عن 75,000 طفل. وبديت كملت يعني المشوار ديال العمل الاجتماعي والعمل ديال الختان الى يومنا هذا وصلنا 90,000 طفل الحمد لله. نعم دكتور تبارك الله عليكم والله يكثر خيركم على هذه المجهودات اللي كتقوموا بها وكذلك المجهودات اللي كتقوم معنا بها في الاذاعه الوطنيه. شكرا لك. اذا دكتور في البدايه نبغيو نتحدثوا على مرض الجهاز التنفسي اللي طبعا الناس الاكثر عرضه للتاثيرات السلبيه لانخفاض درجه الحراره والرطوبه ومن الناس اللي كيكون عندهم الحساسيه الربو والسل. غادي نتعرفوا على تفاصيل كثيره معك هذا الاسبوع دكتور. نعم كما عودنا المستمعين ان قبل ما نبداو اي موضوع كان نفصلوا العضو اللي هو تيهمو الامر. نعم. باش نعرفوا الوظيفه ديالو ومن بعد تنعرفوا الخلل الوظيفي او الخلل العضوي اللي كيقدر يتعرض ليه. فاليوم غنهضروا على الجهاز التنفسي. والجهاز التنفسي كنعرفوا منين كيبدا الى اين ينتهي. يبدا من الانف والفم ثم ينتهي الى الرئتين والقفص الصدري. هنا هذه المجموعه ديال العناصر كامله كنعرفوا بان الفم والنيف هو اللي كيدخل الهواء. إذا فالهواء كتدخل من العالم الخارجي إلى داخل جسد الإنسان وكتمر حسب عبر القصبة الهوائية ثم القصيبات الهوائية من بعد منها تصل إلى التجزئة الصغيرة ديال القصيبات الهوائية ثم إلى الأكياس الهوائية اللي كيتسموا ليزالفيول صغار كاينين داخل وسط الرئتين هما اللي كيكونوا مجموعة كاملة ديال الرئتين تيسهلوا التنفس وعندهم واحد المادة هذيك المادة مهمة بالنسبة للأكياس الهوائية هي اللي كتخلق لنا ما يسمى بابريسيون نيجاتيف يعني الضغط السلبي. وذاك الضغط السلبي هو اللي كيجبد الهواء من العالم الخارجي لعند الرئتين. يعني كيضطر الهواء حتى هو يدير واحد المجهود باش يدخل للرئتين بدون ما يكون في صعوبه في جلب الهواء الى داخل الرئتين. ثم كتجي العناصر الاخرى اللي كتسهل وهي القفص الصدري. القفص الصدري حتى هو كيتمدد والعضلات اللي كاينين في الضلوع اللي عندنا بين الضلوع حتى هي كتمدد وكتسهل على ذاك اتساع المساحه اللي كتكون فيها الرئتين باش يمكن الهواء يدخل يلقى واحد المساحه كبيره. ثم واحد العضو اخر اللي ما كيهتموش به الناس بزاف ما كيعرفوش الناس عاديين هو الحجاب الذي يفصل بين الصدر وبين البطن. واحد تنقول احنا الصفاقه هذيك المسكل هذيك العضله هي كتفصل حتى هي في عمليه التنفس كتمدد وكتخلص
كتهبط لتحت وكتطلع لفوق باش كتسهل على الصدر كذلك باش يتسع مزيان وباش يلقى كذلك الحجم اللي يمكن ليه يدخل ليه الهواء. فكيفاش كيمكن هذيك التنفس ملي كنطلعوا الهواء اش كيوقع لينا؟ العضلات كيجي الاشاره من الدماغ في العضلات ديال الصدر يعني ديال الضلوع كتتجدد وما كتبقاش مقلصه وتمتد الى مساحات كبيره وكتعطينا ذاك الاتساع. هنا باش الانسان يكون عنده مشكل في الصدر غير بمجرد ما كيتجبدوا هاد العضلات هادو ديال اللي بين الضلوع كيحس واحد الالم. هنا كنبقى نقلبوا على الالم واش هو اتي من داخل الصدري ام من يعني الخارج الصدري يعني في القفص الصدري. هنا كتكون اشكاليه. من بعد عاوتاني الانسان اللي كيكون يعني كيدخل الهواء كيستنشق الهواء وكيدخلها حتى ديك الصاق هذيك المشكل اللي كاين الديافراغم اللي كاين وسط البطن واللي كيحجم ما بين البطن والاعضاء ديال البطن والصدر كيهبط لتحت باش كيخلي الريه توسع. كتهبط الريه وكتوسع وملي كيجينا الاستنثار يعني نخرجوا الهواء برا على القفص الصدري كيجي التقلص تقلص العضلات بحال الكورديون. الكورديون اللي كنديروا الموسيقى كندفعوه ونجبدوه بحال هكا يعني اون اكورديون كتبقى تجمع وتحل تجمع وتحل الصدر ديال الانسان باش كيخرج الهواء. وفي واحد النقطه ان عند الرجال ملي كيكونوا كيتنفس الرجل ذكر كيتنفس من القفص الصدري ديالو يعني من الضلوع ديالو والصدر ديالو. لذا نجد ان الاغلبيه ديال الرجال تيكون عنده الصدر ديالو يعني بارز وباين وكل شيء الا ان المراه كتنفس من يعني من الصدر ديالها ومن البطن ديالها حتى البطن ديالها تيعاونها في التنفس. الرجل يعني هذا هو الفرق بين المراه والرجل في التنفس الا ان الامراض لا تختلف بينهما. هذه غير فيزيولوجيا عاديه اشرت لها باش يعرفوها الناس. المسالك الهوائيه التي تمر منها الهواء كنعرفوها كنعرفوا بان هذه المسالك الهوائيه هي مكونه من خلايا حيه والخلايا الحيه كنعرفوا بانك تاثر بمجرد دخول الهواء وخروج الهواء باش كتاثر بالهواء نفسه بحراره الهواء. احنا غنهضروا على الحراره بارده من بعد ان شاء الله ونعرفوا الحراره بارده اش كدير للجسد ديال الانسان ولا اذا كانت الحراره مرتفعه ديال الهواء اللي كيستنشق الانسان كذلك شنو كتاثر على الانسان. فالانسان تيقدر يكون داير كليماتيزور في البيت ديالو او في الغرفه ديالو وكيكون الحراره مرتفعه حتى هذاك النوع ديال الهواء المرتفع غادي ياثر عليه. كاين كذلك الغبار المحمله في الهواء كتاثر على الخلايا والمواد الكيميائيه او المواد السامه وحتى الروائح يعني العطره او الروائح الكريهه كتاثر على التنفس ديال الانسان. تقول لك شميتي هذا يعني كريهه ما تقدرش تنفسي وتخنق يعني حتى من الناحيه ديال الجسم ديالو لم يقبل هذا الهواء هذا. يعني هاد الخلايا حيه اذا غتتعامل كيفاش غادي تتعامل؟ غادي تتعامل انها كتطوي واحد الماده لزجه. هذيك الماده اللزجه هي اللي كنسموها احنا التنخيمه يعني اللي كتشد الماده اللزجه هذه كتقبض ذوك الغبار وداك الشيء ما كتخليهش يدخل للجسد ديال الانسان كتحبسه. بالنسبه كذلك اللي كيتسمى البلغم بالنسبه لهاد الخلايا فيها واحد الشعيرات تلقى واحد الشعيرات كاينه يعني ملي كندخلوا من القصبه الهوائيه تحت الرئتين كاين شعيرات اللي هي كتلعب واحد الدور هام ملي كتدخل الغبره كتبقى تطلعها لفوق كتدفعها باش تطلعها لفوق وكيجي ما يسمى بالعطاس كتخرج بحالها باش تخرج ديك الغبره ما تدخلش الجسد. اذا هي كتجي حاجز ما بين الاشياء اللي غادي تضر الجسد واللي خصها تخرج على برا لواحد الوقت وجيز. اذا فهنا هذا الرئتين كيفاش كتخدم يعني وشكون هما العناصر اللي تنعتمدوا عليه باش نعرفوا الامراض اللي غادي تصاب. اذا فما هي الامراض التي تصيب الانسان في هذا الحال ديال البروده يعني في فصل الشتاء وفي انخفاض الحراره؟ هنا اولا كنهضروا على الانف والحلق والحنجره يعني هادو هما الاولين لان كنعرفوهم داخلين الجهاز التنفسي منهم كيدوز الهواء. شنو كيوقع عليهم؟ سواء اما التهاب ديال الحلق والاحبال الصوتيه الانسان كيمشي للصوت ديالو وكيلتهب الحلق ديالو سواء كتجي الحساسيه اللي كنعرفوها من الانف والعطيس ويعني كل العناصر اللي هي اعضاء متصله بالحلق كتبقى تحس بانها تغيرات ما بين الاذنين والانف والحلق.
يعني هذه حتى هي مرحله ديال الهواء اللي كيدوز وكيقدر ياثر ويعطينا نمود لنا الحساسيه عند الانسان القديمه، والانف ديالو تقدر انه يبقى يسير ليه نفو تجي ما يسمى بلاغينيت اليرجيك. كذلك بالنسبه للانسان اللي كيكون عنده الخياشيم ديالو ملتهبه، وكانت كما هضرنا في المره اللي فاتت جات البرديه وما داوهاش وبقات عنده ديك السيليزيت وما داوهاش مزيان، اللي كتجي عاوتاني كذلك فصل البارد وكدوز الهواء بارد لذوك الخياشيم كتعطينا السيليزيت كتنوض على الانسان مره اخرى عاوتاني. بالنسبه للقصبه الهوائيه كنعرفوا بان القصبه الهوائيه هي اللي كنقولوا برونشيت، اللي كتصاب بالتهابات القصبه الهوائيه وكنسميها برونشيت. فهنا كيعرف الانسان انه تيكح عادي تيقول عندي بتيت برونشيت راه دايزه ماشي مشكل، هي برونشيت صغيره. ثم القصيبات الهوائيه الصغيره هي اللي كتكون عندنا واعره الا كان الانسان ضربو جاتو ديك النزله البرديه او جزء اثر عليه البرد في الصدر ديالو، اللي كيعطينا ما يسمى برونكو الفيوليت، يعني حتى الرئتين حتى هما كيتقاسوا بهذا الدخل بهذا الالتهاب، وهذا الالتهاب كيعطينا واحد النقص في التنفس، وكيحس الانسان بحال عنده الضيقه بحال عنده الربو، ومي كيتنفس كيتنفس مع صفير. والاغلبيه ديال هاد لي برونكو الفيوليت كيصيبوا الاطفال وكيكونوا عندهم دي فيروس هما اللي كيعطيو هاد النوع ديال البرونكو الفيوليت اللي كتسمى ازماتي فورم، كتعطيك بحال لازم يعني لا فورم دو لازم، كتعطيك الهيئه ديال لازم. الانسان يكون عنده وليدو صغير تيقول صافي ولدي جاتو الضيقه، لا هذه عنده سيتي برونكو الفيوليت جاتو بديك النهجه وداك الشيء، خصو يديه للطبيب ويباشروا الطبيب ويتابعوا، يبقى دائما المتابعه ديالو والتتبع ديالو حتى تيبرى منها وما تيبقاش ترجع ليها، وكيشوف ليه مشكل المناعه ومشكل ديال الطفل واش عنده حساسيه مصاحبه الى اخره، وكيقوم بكل الفحوصات سواء منها الفحوصات السريريه او الفحوصات اللي كيطلب ليه تحاليل وفحوصات اخرى. يعني بلا ما نتعمقوا في الامر بزاف، حنا غادي نعطيو دابا واحد الخلاصه عامه بالنسبه للناس باش يفهموا. كذلك بالنسبه للناس اللي مصابين بالربو كنعرفوا بان هذا الفصل هذا كياثر عليهم بزاف، وكيكون الهواء يعني بارد، وكيكون الهواء محمل بالرطوبه، او تيكون في مناطق اللي كتكون جافه وكتعطينا هذا المشكل هذا، وكتكون خاصه اذا كانت الغبار ولا كانت روائح مع مصاحبه، اذا كان تيجلس واحد المكان اللي كيكون مغلق وفيه ما يسمى بالعناصر التي تهيج الحساسيه، كينوض الانسان اما الملابس ديالو ما كيديروش الشمس، اما البيت ديالو مغلق ما كتدخل ليه الشمس، اما الدولاب اللي كيدير فيه الحوايج ديالو يعني المريول اللي كيدير فيه الحوايج ديالو ما تيهويش وما داير فيهش المواد اللي كتحفظ الحوايج باش ما تكونش رطبه فيها الرطوبه، اذا هذا تا هو كتنوض عليه في فصل الشتاء. فاذا كنعرفوا ننصحوا هاد الناس اللي عندهم الربو فصل الشتاء قبل فصل الشتاء باش يخملوا البيوت ديالهم يصبغوهم، ما يديروش الصباغه اللي فيها يعني الروائح ديال ليسانس ديال الزيت الى اخره، يديروا الروائح ديال الماء عاديه طبيعيه، وكاين الان الحمد لله انواع ديال الصباغات، الحوايج ديالو يصبنهم ويوجدهم على حساب ان ملي غادي يجي الشتاء يكون كل شيء عنده ما كاينش الرطوبه في البيت ديالو او في الغرفه ديالو باش ما تهش عليه هذا المشكل ديال الربو. كاين كذلك ما يسمى بالبرونشيت كرونيك. شنو هي البرونشيت كرونيك؟ هي انسان كيكحب دائما، هذه مزمنه الكحبه مزمنه عنده دائما تيكحب، ومن كتجي هذه الكحبه هذه كنلقاو بان يعني لي برونش ديالو يعني هذوك القصبات الهوائيه اللي كاينين داخل الصدر تسعات كثرات كما يسمى بلا ديلاتاسيون دي برونش، وسعات ليه كثرت ما كيكحب توسعات، ومن كتوسع كتبقى تعطي ذاك البلغم اللي قلنا كتبقى تصور البرونش بحال هي كتحارب شيء اللي هو غامض، كتبقى تعطي ديك التنخيمه كيتنخم يوميا ودائما صيفا وشتاء، كني كتجي الشتاء كتسد عليه الحال لان حتى هو تيحس بداك ضيق التنفس. نعم وغالبا نعم غالبا ما كتحب هذه الحاله هذه، الانسان اللي كيكون تيبقى يكح شنو كيوقع ليه؟ كيوقع ليه واحد النزيف داخلي في العريقات الصغار حدا لي برونش، وتيتنخم الدم، كيتنخم الدم هنا تيكون يعني العلامه الخطيره، وكيمشي كيجري تيقول لك ما في يروس خدر ما كذا ما هذه، وفي الاخر كيلقى بان عنده او سرطان، وتلقى ان ديلاتاسيون دي بروش عنده قديمه، وغالبا كتكون عند الناس اللي كيدخنوا بزاف. المدخن نعم ذاك المدخن اللي كيكون مدخن مدمن كيوقع عنده هذا المشكل هذا ديال الرئتين ديالو. بالنسبه كذلك للانسان اللي كتصيبو واحد المشكل ديال لي بنوموني كنسميهم، الكنوموني شنو هما؟ هو ان ميكروب كيتسرب داخل الرئتين وكيعطينا التهاب داخل الرئتين، وكيعطينا في الراديو كيكون يعني الهيئه ديالو والصوره ديالو كتكون باينه، والعلاج ديالو كيحكم علينا باش نعطيوه المضادات الحيويه او المضادات ديال الميكروبات،
وخصنا نراقبوه، وكنراقبوا خاصة ارتفاع الحرارة ديالو، والمدة ديال العلاج ديالو كتراوح حتى 10 أيام يعني بدون قطع العلاج، مع المراقبة ديال الأشعة ديال الصدر ديالو بعد العلاج وقبل العلاج، باش كنشوفوا واش الإنسان كانت عنده إكزاكتوم يعني بريموني ولا عنده بريموني مصاحبة مع أمراض أخرى داخلية. الناس اللي عندهم سرطان ديال الرئتين كذلك في فصل الشتاء كيبقاو يتأثروا بزاف، لأن كنصنفوهم مع الصنف ديال اللي عندهم لي ديلاتاسيون دو برونش دو برونش دو برونشي دو برونشي كرونيك، كيبقاو بحالهم حتى هما تنفس وواسعين لهم العروق وكيعطينا النزيف الداخلي الى اخره، كنصنفوهم معاهم. فان شاء الله في الموضوع القادم غادي نجيو نعم غادي نفصلوا كيفاش الشخص اللي عنده الربو او عنده الدقه كيفاش كيدخل فصل الصيف فصل الشتاء وكيطر عنده الازمه كثيره ومتتاليه، علاش شنو هي الاسباب وشنو هي الوقايه وشنو هي الاحتياطات اللي نعم الاحتياطات اللي خصو ياخذها باش ما يمكنش، واش كاين علاج، واش كاين كذلك تطعيم يعني فاكسان، واش كاين الاشياء اللي هي حديثه اللي كتصاوب، واش كاين الات اللي كيستعملها، وما معنى الحياه ديالو تبقى يعني حياه عاديه ام غادي يبغي يغير اشياء في البيت ديالو. نعم كل هذه الاحتياطات وهذه الوقايه غادي نتعرفوا عليها معك دكتور. غدا ان شاء الله. نعم ان شاء الله، وحتى تمر هذه الفتره ديال البرد او فصل الشتاء بامان وسلام المرضى الربو وكذلك مرضى الامراض الصدريه. شكرا جزيلا لك دكتور رشيد بن عمي اخصائي في الطب العام لمدينه سلام، غدا ان شاء الله معك في الفقره الصحيه صحتي راس مالي.